والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية. ومرة أخرى يا كفوري تفضل. شكرا لكم مجددا. والآن محليا وعالميا نتعرف على أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظة الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، الإسكندرية 32 24، مطروح 32 23، وبورسعيد 33 25، الإسماعيلية 36 23. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 36، الصغرى 23، العريش 33 24، طابة 36 27، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 40 28. أيضا الأقصر العظمى 41، الصغرى 26، أسوان 42 27، الوادي الجديد 41 22، وشلاتين 41 26، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى 26. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن.